هذا مثل السؤال اللي مر، التعامل بالدين الذهب والفضة ما يجوز، ما يجوز بيع الذهب بالفضة مؤجلا، لا بد من التقابض في المجلس. إذا بعت فضة بذهب، إذا بعت فضة بذهب فلا بد من التقابض في المجلس بحيث لا يتفرقان وبينهما شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تفرقا وبينهم شيء صار ربا، ربا الجاهلية، ربا نسيئة.